سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تيليجرام. تسجيل الدخول نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيليجرام خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيليجرام خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة.